الهيئة العربية للتصنيع، وهي من هي الهيئة العربية للتصنيع؟ غنية عن التعريف، واحدة من أهم قلعنا المصرية الحقيقة، بتشارك في أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا. لا تفاصيل معانا على التليفون المهندس ضياء عبد الفتاح، رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا بحضرتك فندم، متشكرين على حضرتك والسادة المشاهدين مع حضرتك. يا فندم ده احنا متشرفين. المشاركة في المعرض المصري لإعمار ليبيا، احنا عايزين نعرف الأول إيه هو المعرض ده يا فندم، وهيقوم بإيه، ومشاركة بالتأكيد الهيئة هتبقى في أي إطار؟ بالنسبة يا فندم، المشاركة في معرض مصر لإعادة إعمار ليبيا في مدينة طرابلس من فترة من 23 ل 27، دي نتيجة توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القيام بدورها الوطني لدعم دولة ليبيا الشقيقة. عظيم. لأنها بتمثل العمق الاستراتيجي الغربي لمصر. وده فندم انطلاقا في عمق العلاقات المصرية الليبية لتعزيز ودعم الأمن القومي للبلدين. طبعا حضرتك عارف إن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر أحد أهم الأزرع الصناعية للدولة المصرية. طبعا. ودورها الكبير في الصناعات الاستراتيجية. صحيح. بتشارك معاها بكافة شركاتها ومصنعاتها بمصانعها كلها اللي بتساعد على إنشاء بنية تحتية قوية، طبعا بالإضافة إلى جميع الشركات والقطاع الخاص بتشارك معانا، وهتشارك بمنتجات كتيرة جدا اللي هي عملت طفرة في الفترة الأخيرة المشروعات القومية، ومنها المحطات معالجة المياه بأنواعها المختلفة، سواء التنقية أو معالجة صرف الصحة أو التحلية أو معالجة مياه الأبار. برضو بالمنتجات بتاعتنا الأخرى، المواسير البولي إيثيلين والبي في سي بالأقطار المختلفة، ودي لمد شبكات المياه والغاز. بالإضافة للعدادات الذكية، أنا بقول لحضرتك المجالات اللي بنشارك فيها اللي إحنا فعلا شاركنا بها في البنية التحتية في مصر، العدادات الذكية في مجال المياه والكهرباء والغاز. العربات المجهزة بأنواعها المختلفة، المطافي، إسعاف، النظافة، الإضافة إلى كشافات الإضاءة واللمبات الليد، طبعا بالأجهزة الكهربية سواء التابلت أو اللابتوب. حلو جدا. بالنسبة برضو بالإضافة إلى المعدات الطبية، سواء السرير الطبية أنواعها المختلفة، أجهزة التنفس الكاملة، الشرايح والمفاصل الصناعية الطبية. طبعا احنا انشأنا برضو المصنع الحديث في مصر، اللوحات المعدنية اللي خاصة بالمر العربات، ودي برضو ان شاء الله هندعم بها دولة ليبيا الشقيقة. وده بالاضافة يعني المنتجات اللي هنظهر بها هناك ان شاء الله هتبقى موجودة هناك، بالاضافة الى ان في وفود من وفود ليبيا، وزير الصناعة الليبي كان جه وبص على امكانيات الهيئة العربية للتصنيع عشان ندعم الصناعات المصانع وتطوير المصانع الليبية اللي توقفت الفترة اللي فاتت. عظيم. وده عظيم. ان شاء الله فندم يعني زي ما حضرتك عارف الهيئة العربية للتصنيع الحديثة في جميع مجالاتها، المشروعات القومية اللي اتنفذت في توقيتات قياسية، كل ده بيدي انطباع، والاخوة الليبيين جم وشافوا بعينيهم امكانيات الهيئة العربية للتصنيع. والله يا فندم احنا طول عمرنا، حتى من وانا صغير، من قبل ما انا حتى اتولد، يعني انا عندي 47 سنه، فكانت الكلمه دايما اللي يتكلم عليها المجتمع المصري يقول لك هات كذا، ده بتاع الهيئه العربيه للتصنيع، فبتبقى علامه جوده ومتانه يثق فيها الجميع. ده بقى هيخلينا يا فندم التوجه. اتفضل. لا يا فندم اتفضل. يا فندم كمل كلامك يا فندم. وده يا فندم التوجه الرئيسي للسيد رئيس الهيئه، ان تفعيل التصنيع والاستفاده بالامكانيات الذاتيه والاعتماد على زياد، ودي ظهرت جليا في اللي هي الكورونا اللي ظهرت اخيرا او الحرب الاوكرانيه، كل ده لازم نعتمد على انفسنا في الصناعه، وهو ده التوجه الرئيسي للدوله بالكامل. أيوة. ان نعتمد على انفسنا ونقوي التصنيع المحلي بتاعنا. ده كلام اكتر من عظيم. الرئيس عمل توجيهات متعلقه بتوطين الصناعه وما الى ذلك. هل اقدر اقول انه ينفع اخد مثلا خبر كده او سبق لطيف ممكن يبقى لسه بيدور داخل الهيئة العربية؟ المؤتمر الاخير اللي احنا شفناه لرئيس الوزراء اتكلم فيه على تصنيع سيارات كهربائية في مصر، هل الهيئة هتبقى شريكة في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وتشارك بطبيعة الحال في اعلاء راية الصناعة المصرية؟ ده للتوجه الرئيسي للهيئة التصنيع، وشغالين فعلا مع احد الشركات، مع كثير من الشركات الاجنبيه. عظيم. لتوطين هذه الصناعه، وبالفعل بدانا بالفعل
فبنقلنا فيه، وان شاء الله في خلال ايام قليله او شهور قليله هيبقى في منتج مصري بيعتمد على الكهرباء او الاستخدام الطاقه الجديده والنظيفه بعيدا عن الوسائل اللي هي بتؤدي الى البيئه وتاثر البيئه. طبعا يعني وشغالين في مجالات كتير جدا برضه يا استاذ حسيني. اتفضل. بالنسبه للحاجات الاستراتيجيه برضه الطبيه شغلنا في الشرايح المعدنيه والمفاصل الصناعيه، وده اول مصنع في الشرق الاوسط ينشا بالتعاون مع شركات المانيه حديثه، وده بتوفر العمله الاجنبيه وبتوفر كتير جدا وبتعمل نقله تكنولوجيه كبيره جدا على في جميع المصانع عندهم. ده شيء اكتر من رائع، يعني عندنا اكبر مصنع في الشرق الاوسط لصناعه اطراف ومفاصل صناعيه، ده من ناحيه، ومن ناحية تانية قريب هنشوف عربية جديدة من الهيئة العربية للتصنيع تستخدم الطاقة النظيفة. النظيفة، وده برضه هقول لحضرتك كان عندنا شركة اسمها شركة، وشغالنا في هذا الموضوع من زمان، شركة الطاقة المتجددة، وبتستخدم الألواح الشمسية وبالإضافة إلى طاقة الرياح، يعني الهيئة كان لها بعد استراتيجي بيأكد هذا الموضوع من بدري على استخدام الطاقة النظيفة. ده احنا كده بقى يا فندم لازم نيجي لحضراتكم ونصور ونبقى مبسوطين ان احنا بنعمل شيء لطيف لهيئتنا. لا ده شرف عظيم ان حضرتك تشرفنا، وبقول لحضرتك احنا طبعا بيجي لنا وفود عربيه واجنبيه مبهوره بالاداء طبعا بمصر كلها تطور في جميع المجالات المصريه طبعاً. بالاضافه الى المصانع بتاعتنا التحول الرقمي وبيشغلين في مجالات كبيره جدا، بقول لحضرتك ان شاء الله في الفترة القادمة هتشوف منتجات بإذن مصرية 100% إن شاء الله، وهتوفر العمالة هنا في مصر وهتوفر كثير من العملاء الأجنبية بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر حضرتك. مهندس ضياء عبد الفتاح رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع.